السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مسائي ومساءكم أيها الرفاق بكل خير، وحييكم في هذا اليوم الأبهاوي الجميل، يوم الوفاء، يوم التكريم لمن يستحق. هنا وتحديدا في منتزه الجرة سيقام في هذا اليوم بإذن الله عز وجل تكريم جميع العاملين في مبادرات منطقة العسير التي قدمت خلال الفترة الماضية، مبادرة حسن الوفادة، مبادرة عسير كذا أجمل، ومبادرة يوم في عسير، وموسم السوداء. أقدم الشكر الجزيل لسمو سيدي أمير منطقة عسير على كل ما قدمه ويقدمه لأبناء منطقة عسير، وتكريم من يستحق التكريم ممن عملوا في تلك المبادرات. هنا سيتواجد أكثر من 6000 شخص في منتزه الجرة هذا اليوم ليتم تكريمهم من قبل سيدي سمو أمير منطقة عسير. وبصراحة والله هو من يستحق التكريم، فهو رجل المبادرات وهو الأمير الإنسان. أحييكم الآن من على المسرح المخصص لاحتفال هذا المساء، ومثل ما أنتم شايفين الآن الكراسي مجهزة وانتظار الجميع للدخول للجلوس عليها إن شاء الله، لكي يبدأ الحفل بعد قليل إن شاء الله. وهنا المسرح المعد لهذه المناسبة، ترتيب كبير، ترتيب عظيم كما هو المعتاد، إنه ما هو ترتيب يعني مشي حالك، كل شيء مرتب، كل شيء منظم، الوجبات متوفرة لجميع الحضور، دورات المياه أكرمكم الله، المصليات المتنقلة، المصليات متواجدة، الإسعافات متواجدة، المستشفيات متواجدة. هذا الترتيب ولا بلاش. من أجمل المحميات السعودية وفي أجمل المساءات الربيعية في يوم التقدير وليلة الوفاء، ها هي جبال عسير صروح من العطاء، وها هم رجالها لا يشبه صبرهم سوى شجرة العرعر، وها هم نساؤها لا يشبه بذلهن
سوى غيمات المطر في عسير. إننا في عسير هنا ومع هذا الرجل اجتمعنا وتحاورنا، ثم اتفقنا وانصهرنا، ثم انطلقنا وانتشرنا في ظل سلمان القيادة ورؤية محمد وهمته وطموح تركي ووثبته. فكانت تركي هلا والله. تركي عدت مواسم كثير، شرقية وجدة وحاليا بالرياض. ماذا يميز موسم السودة؟ حنا فوق من وسط غابات العرعر ومن أعلى قمم السعودية وتحت السحاب والضباب وبين الغيمة والمطر انطلق أول مواسم السعودية بعسير. طب تركي، أنت قاعد تتكلم على منطقة جبلية، يعني أكيد فيها صعوبات وتحديات. إيش أكبر التحديات في موسم السودة؟ كان أصعب التحديات هي البنية التحتية، ولكن أن تتخيلي في أقل من 40 يوم أنشأنا خيارات سكن متعددة لخدمة فندقية وكذلك مطاعم عالمية وخدمات عامة ومصادر للطاقة وأيضا مواقع للترفيه. العقيد يحيى مصبح، الدكتور مبارك الرشيدي، المهندس فيصل آل زياد، المهندس عبد الرحمن السلولي، المهندس أحمد القحطاني، المهندس مطلق الشراري، المهندس حسن الشريف. نجلة، إيش الإنجاز الخيالي اللي سويتوه في منطقة عسير؟ عبد الله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك إن شاء الله. متى وصلت؟ أحسن الحمد لله. طب عبد الله، حكيني هذا الفيديو اللي ضرب في السوشيال ميديا وحطم المبادرة كلها لدرجة إنك فزت بجائزة. وأنت من الدمام، سكان الدمام، والمبادرة في عسير، كيف صارت؟ والله الحقيقة كان الوالد دائما ينزلنا في إجازة صيفية في محافظة محايا عسير صدر الكرامة لزيارة جدتي. فكان مدرسة قريبة من بيت جدتي، فكنت دائما أنا أصور فيها، وطلب مني أحد المعلم أن أشارك في مبادرة اسمها عسير كذا أجمل. الرجال الإعلامية محمد بن دوسري، محمد السريعي، سلطان الأحمري، صالح التليدي، محمد حسام بن ذيبان، فارس الطربي، ياسر الدوسري، عبد العزيز أبو عشي، سلمان التليدي، تغريد العلكمي، سارة القحطاني، عبد الله باحشوان، حاتم العمري، هادي الشهرقي، حسن التوبة، أحمد بن عوار. ذوقا وأناقة ويحبون السمر عشقا وصبابة. البسمة والترحيب عند العسيريون هي رمز وعنوان حسن الوفادة. هذه فرقة تراب الجنوب تقدم لونا من تعبيرات العسيريين عن حسن الوفادة.
عليكم. سادة ومساكم. من حسن المسادة مرحبا ألف يا عسير. بسألك على هذه الكلمة، تنزل من الطيارة تطلع من المطار تلاقي مرحبا ألف يا عسير في كل الشوارع، لوحات في كل الأحياء، إيش قصة هذه الكلمة؟ مرحبا ألف في عسير، مرحبا ألف في عسير، هي شعار لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقتها إمارة منطقة عسير للمساهمة في تحقيق معايير جودة الحياة. حسن الوفادة ليست لتعليم الناس الكرم، فكيف نعلم منبع الكرم كيف يكرم أضيافه ويحسن وفادته؟ حسن الوفادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله على المبادرة المقدمة من مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والمتضمنة رغبة سموه مشاركة كافة أفرع القوات المسلحة من المنطقة الجنوبية ضمن فعاليات يوم عسير المقام في اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية. وقد وجه سمو سيدي بتشكيل فرق عمل لكافة الأنشطة والفعاليات التي أقيمت ضمن هذا اليوم وبإشراف مباشر من سموه الكريم. لقد وافق يوم عسير يوم الوطن، بل فاق التوقعات أداء وإنجازا، فأصبح يوم عسير. ويتسلموا نيابة عن الأقيد الركن فهد بن فلاح الكهفاني، سعادة مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب اللواء الركن الدكتور عبد الله بن صالح العتيري، ويتسلموا نيابة عن العميد جمعان بن أحمد الغامدي، حضورنا الكريم نتوقع الآن لأداء صلاة المغرب. مهندس محمد المقصودي، يحيى بن حسن القاوي، الدكتور مشعل العقيل، طارق باقدمة، دكتور محمد العمري، السادة فندق قصر السلام، السادة ممثلو فندق جلو إن، ممثلو فندق شفا أبها، ممثلو فندق قصر أبها، مطعم سبع تمرات، مقهى نسبريسو، محمد بن دوسري، محمد السريعي، طارق سكيك، بدر الشيباني، عبد الله المغلوث،
نجلاء السديري، عادل آل عمر، سعد الغاندي، عيسى عسيري، الدكتور عيسى عسيري، سيلفيا، المهندس إبراهيم الفلقي. العبد في عون أخيه. سندكم عندما نتحدث عنه فهو التطوع مع الرغبة والمساعدة بمتعة. حسن الوفادة، موسم السودة، عسير كلا أجمل، يوم عسير وسندكم، كل هذه المبادرات لها رجالها وفتياتها من أبناء عسير، لكن فريقا ساهم في نجاح كل هذه المبادرات حرص الأمير الذي يعرف من عمل معه ومن يستحق التكريم أن يكرم هؤلاء. سيدي الأمير، فريقكم في الأمارة الذي يلتقيكم كل يوم ويشرف بالعمل معكم يتمنى أن يتكرر بيدكم. العمري، الأستاذ سامي العمري، أنا أدعوهم بهذه الطريقة لأنهم هم المرافقين للأمير وهم الذين بجواره فتنادى اسمهم بهذه الطريقة. يحيى بن محمد عسيري، تقدر تسلم. محمد بن عوض المري، سعود الدوسر، عوض بن منصور أقفيدة، أحمد بن عامر الشهري، سلطان بن تركي بن هشبل، ناصر بن يحيى الويمني، محمد بن يحيى المسعودي، عبيد بن عيسى بن يحيى، تخيل بن محمد القحطاني، حسام بن بارك الطالب، أحمد بن عايض الباردي. يحول أيام عادية إلى أيام غير عادية. التقدير أيها الأخوة والأخوات ليس مجرد كلام يقال في الخفاء، بل هو إعلان أمام الملأ وإشارة بكل وضوح وبكل جدية للمخلص الأمين أمثالكم. طوال الوقت أثناء الإعداد لهذه المبادرات البسيطة كنت مؤمن إيماناً تاماً بكل فرد منكم
ولذلك كلما وجد إحباط أو وجد نوع من القلق الجميع يرتقي مرة واحدة، وكما قال العرب ليس العظيم من لا يقع أبدا، ليس العظيم من لا يقع أبدا. أصبحتم فصلا أساسيا في قصة عسير التي ستروى بعد سنين، أصبحتم فصلا أساسيا في قصة عسير التي سوف تروى. أيها الأخوة والأخوات، كلمة شكرا ليست فقط هي جزء من الأخلاق، ليست فقط هي جزء من الأخلاق، بل هي جزء من السعودية الجديدة التي يقودها سيد خادم الحرمين الشريفين وعبيده الأمير محمد. وعندما نقول نحن ممتنون فنقولها لكم بكل حب وبكل إخلاص. وأخيرا، إن من معالم التقدير ليس مجرد الكلمات، بل أن نمارس التقدير وكما هو حاصل يوم في يوم التقدير. وشكرا.